علي ربك وعلي علم واللي كبر واللي عقل واللي هاوي واللي فاهم وانت ماشي في مصر سلم علي ربك وعلي علم واللي كبر واللي عقل واللي هاوي واللي فاهم عالتاريخ اللي بيكتب اسمها في كتابه حاضر علي بتربي ابنها من صغره يكبر يبقى راجل عالتاريخ اللي بيكتب اسمها في كتابه حاضر علي بتربي اهلا بحضراتكم من جديد مشاهدينا الكرام وبنتابع فقرات مصر جميله. النهارده يمكن بنتكلم كمان على جزء من المشروعات القوميه الضخمه اللي كانت الحقيقه مصر بتفتقد في جزء او في جانبات كثيره الحقيقه من جانباتها. بنتكلم على صرف صحي. صرف الصحي يمكن بنتكلم على يعني بنتكلم على جزء مهم جدا من هذه الأجزاء وهو الخدمات العامة اللي بتقدم للمواطنين. ما بنتكلم على حياة كريمة زي ما بنقول تطوير قرى والريف المصري، بنتكلم على خدمة 55 مليون مواطن في كافة مجالات الحياة زي ما يمكن بدأنا في هذا الأمر. هنتكلم طبعا على هذه المشروعات بشكل مستفيض، وخلوني ارحب بالدكتور محمد حسين، استاذ دكتور بمعهد بحوث الاراضي والمياه والبيئه التابع لمركز البحوث الزراعيه. يا صباح الخير دكتور. صباح الفل. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. احنا هنا بنتكلم على يعني مشروعات قوميه غايه في الاهميه ومفهومها، وطبعا لما المواطن بيتفرج عليها وبيشوفها هو يهمه الخدمات دي هتفيده في ايه، فبتفيده في حياته اليومية، لكن كمان يهمنا بالشكل العام في الاستفادة من مجملها على الدولة المصرية والتنمية المستدامة. ده بالتأكيد جزء مهم جدا اشتغلت عليه الدولة المصرية. فندم كلمني عن أهمية هذه المشروعات القومية. شوف سيادتك، المشروعات القومية خاصة في مجال الزراعة دي مهمة جدا جدا جدا، دي بتأثر على التنمية المستدامة. يعني احنا ما هنتكلم على مشروعات الصرف عموما اللي هو الصرف الزراعي، نعم، هنجد ان الصرف ده مهم جدا جدا لزيادة الانتاجية وزيادة دخل الفلاح. فمشروعات الصرف المغطى عندنا مشروعات قومية كبيرة جدا، وعندنا الصرف عموما تاريخه طويل جدا. يعني اول ما بدأوا حصل مشاكل ونزيك سوء صرف الاراضي في شمال الدلتا، بدأوا يفكروا في مشروعات الصرف. الصرف اساسا ده يعني فائدته الرئيسيه انه بيمنع ارتفاع مستوى الماء الارضي، وبالتالي تاثيره على الارض الزراعيه، وبالتالي تاثيره على الانتاجيه طبعا. فبداوا يفكروا في انشاء شبكات الصرف. ولو بصينا شبكات الصرف هنلاقيها انها عباره عن اربع انواع عموما رئيسيه عندنا. اما صرف راسي، لا اما صرف بالمول، لا اما صرف
مكشوف يا اما صرف مغطى. الصرف الراسي بصوره مبسطه بصوره مبسطه جدا. عارف زي الابار لما بتتعمل وتحط عليها مضخه ونسحب الميه، ده الصرف الراسي وبنعمله في ظروف خاصه بقى. نعم. زي ما شاهدناه في اراضي سيناء وهو استخراج المياه الجوفيه. نعم. فده لكن ده بيبقى بقى ايه الصرف، معناه ان انا باخد الماء الزايده عن حاجه النبات. نعم. عشان ما توصلش للاعماق الماء الارضي النبات. وتعليه. نعم. ولما الماء الارضي بيعلى بعد كده بتبتدي الميه بترتفع بالخاصه الشعريه وتصل للسطح الارض مع البخ، تتكون الاملاح على التربه وده بيأثر على الانتاجيه وبيبوظ الارض. طب فالهدف الاساسي من الصرف ان انا احافظ على الاراضي من التمليح، من المروحه، من تزاهر الاراضي. فبستخدم ساعات الصرف ده بظروف خاصه، واستخدم الصرف الراسي، لكن ده صعب جدا لانه محتاج مضخات وبتستخدم ديزل وبتستخدم طاقه كهربائيه. فكان في نوع تاني اللي هو بنسميه الصرف بالمول او بالانفاق، هو بيجي على الارض عن طريق اسطوانه صلبه في نهايتها بيبقى فيه شكل مخروطي، بحيث ان نعمل حاجه تبقى عامله زي النفق بدون ما استخدم مواسير، بحيث انها تجمع كميه الميه الزياده وتحطها على المصر. هو برضو بيحتاج ظروف خاصه، يعني لازم تكون الارض مسميتها بطيئه جدا وتقيله. يعني نسبه الطين في الارض ما تقلش عن 30%. مش في اي ارض اقدر اعمل المود ده. موجود في الدلتا، هو بص اراضي الدلتا، هو بص عاده صرف من بور حاجه شخصيه، انا تخصص صرف ما بعترفش بيه كصرف رئيسي. هو ممكن اعمله صرف مساعد لان عمر الشبكه بيبقى قصير. طيب دي تفاصيل يعني فنيه اكثر. ومحتاجه متخصصين، لكن خليني اروح لهذه المشروعات يا فندم واهميتها بقى في التنميه المستدامه. ما انا هقول لسيادتك لما دخلنا بقى في الصرف المكشوف بقى والصرف لقت الدوله ان عمليه استصلاح الاراضي وزياده الانتاجيه محتاجه عمليات صرف. يعني ان احنا نخش فعلا المصرف، بدأنا نعمل صرف مغطى وصرف مكشوف. نعم. بس انا بخاف من الصرف المكشوف. هو بيستخدم عموما في بدايه الاستصلاح الاراضي. نعم. الصرف المكشوف ده اللي هو عمل قنوات او ترع او ما الى ذلك. بس انت عارف بقى عشان انشا قنوات ده بفتت الملكيه. بيستهلك عشان نوصل بقى للتنميه المستدامه والتنميه الزراعيه. نعم. الصرف المكشوف بيستهلك حوالي 15-20% من مساحه الارض، ان انت بتاخد قنوات بتلغيها من الزراعه. نعم. ف بيبقى في مشاكل في مشاكل كتير. نعم. واخد بالك؟ فلجانا الى الصرف بقى ايه؟ المغطى بقى. الصرف المغطى ده عن طريق مواسير، لما بستخدم مواسير بلاستيك وكانوا بيستخدموا مواسير اسمنت. نعم. في الاول ومواسير فخار، فلجانا للصرف المغطى ده وبيتحط على اعماق في التربه من حوالي عمق متر لعمق 120 سنتي كده. فالصرف المغطى ده مهم جدا 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 لانه بيحافظ لي على منسوب مستوى الماء الارضي من الارتفاع، وبيتيح لي تهويه في منطقه الجذور انتشار الجذور، وبالتالي بيؤدي الى بيدينا بقى انتاجيه في المحصول عاليه جدا، حفاظ على الاراضي الزراعيه بتاعتنا من الملوحه وامور ما الى ذلك. طيب خليني يا دكتور محمد يعني نروح للدوله اتجهت اتجاه اكتر الحقيقه حرص وحفاظا على موارد المياه، وهي بتطهير الترع والمصارف بتاعتنا وطبطنها وصرفت ارقام كبيره جدا، والمشروع القومي هو تطهير كل هذه الترع على مستوى مصر كلها وطبطنها ايضا. يعني لما الدوله بتصرف هذه الارقام الكبيره على هذه المشروعات، ايه المقصود منها وهتفيد في ايه في عمليه التنميه الزراعيه؟ هقول لسيادتك حاجه، لما بتيجي بتنفذ مشاريع الصرف في الاراضي الزراعيه ده ادى الى زياده الانتاجيه. يعني مثلا عندك محصول الذره محصول الذره والقمح زاد بنسبه 47% عن مكان فيه الصرف المكشوف، وعملت استبدال بالصرف المغطى. ده مش بيبقى عائد للفلاح. نعم. وعائد الانتاجيه. صحيح. الانتاجيه زي صحيح. ده كمان خلت الفلاح، عشان عندنا الفلاح ذكي برضه، خلت الفلاح يستقطع جزء من الارض. يعني كان الاول بتجيب له انتاجيه، فلما زودت انتاجيته فبقى يستقطع جزء من الارض. الجزء اللي استقطعه ده ما اثرش على الانتاجيه لان انتاجيته زادت، وفي نفس الوقت الجزء ده بدا يستغله في زراعه محاصيل ذات عائد اعلى زي بطاطس خضروات. فوصل ساعات ان انا زودت دخل الفلاح
الى حوالي اكتر من 100 ساعات في بعض الاحيان اكتر من 100%. وانا عملت الزياده في المحاصيل زي ما قلت لك، في محاصيل القمح 27%، الرز زادت انتاجيته 50%. الحاجه كمان المهمه، احنا بنعاني من الفقر المائي. صحيح. فاستخدام برضو الصرف المغطى بيؤدي الى توفير المكان المائي بنسبه لا تقل عن 17% من استخدام الميه اللي بيحتاجها. وده رقم كبير. رقم كبير جدا. اللي بيحتاجها النبات. لانه بيحافظ لي على التربه، وبيحافظ لي على جوده، وبيحافظ على جوده التربه، وبالتالي زادت الانتاجيه وزادت الدخل القومي، وبالتالي خلينا نذكر المشاهدين كده مع حضرتك في الاحصائيه اللي معايا دي، بيبلغ اجمالي سكان المناطق الريفيه 58.8 مليون نسمة تقريبا، ده طبقا لبيان التعبئة العامة والإحصاء في عام 2017. كانت نسبة تغطية الصرف الصحي على مستوى الريف في عام 2014 12%، بينما ارتفعت النسبة حاليا إلى 38%، حيث يبلغ عدد سكان المناطق الريفية المخدومين بالصرف الصحي 22 مليون نسمة، ومن المخطط الانتهاء منها من 205 مشروع من مشروعات الصرف الصحي بالمناطق الريفيه، ده ضمن خطه 2021، وبتبلغ التكلفه المتوقعه للوصول الى نسبه 100% لخدمه الصرف الصحي للجميع. طيب الجزئيه دي مهمه جدا، احنا عندنا كان جزء كبير جدا يا فندم من القرى والكفور والنجوع وبعض المحافظات الصغيره الى حد ما ما كانش فيها موجود صرف صحي. الفكرة هنا ايه؟ وانه الدولة النهاردة بتوفر هذه المشروعات والبنية الاساسية عشان تقدر بقى تعمل عملية بناء مجتمعي بشكل صحيح. تفضل يا فندم. مشاريع الصرف الصحي دي مشاريع قومية كبيرة جدا. نعم. وليها المتخصصين بتوعها. لكن احنا لما بنيجي نتكلم بقى على الصرف الزراعي. احنا هنا بنتكلم على الصرف الزراعي مش الصرف الصحي، لان الصرف الزراعي هو اللي بيهمنا جدا في التنميه المستدامه. نعم. اللي انا يهمني زادت عدد السكان وزاده السكانيه، وبنقول احنا عندنا انفجار سكاني، انا يهمني ان انا استفاد من كل ارض موجوده عندي، احافظ على الرقعه الزراعيه وانميها. بالعكس ده انا انميها واطورها، فبنشأ فيها المشروعات اللي بتؤدي الى زياده الانتاجيه، وفي نفس الوقت تقلل من استخدام كميات الميه اللي انا محتاجها. طيب فاحنا اساسا عندنا كلامنا عندنا اساسه كله على الصرف الزراعي. طيب خليني اروح مع حضرتك ليه، طبعا احنا بنتكلم على مركز من اهم المراكز البحثيه في مصر واقدمها على الاطلاق في منطقه الشرق الاوسط. احنا بنتكلم على هذا المركز وبنتكلم على المشروعات القوميه الكبيره، وطبعا قبل ما بتبدا المشروعات دي بيكون في دراسات مهمه جدا حضراتكم بتشاركوا فيها. كلمني عن هذه الدراسات واحداثها من فضلك. عندنا معهد بحوث الاراضي والمياه والبيئه ليه دور كبير جدا في التنميه المستدامه. يعني المعهد من ضمن اهم حاجات بيعملها المعهد حصر وتصنيف الاراضي اللي بتحددها هيئه التعمير، لان هيئه التعمير هي اللي ليها الولايه على الاراضي دي، هيئه المجتمعات العمرانيه. فنعمل لها عمليه حصر وتصنيف، وقام المعهد نفسه في نفس اللحظه كمان الوقت انه عمل عمليه حصر وتصنيف الاشتراك في مشروع 1.5 مليون فدان. نعم. يعني ايه حصر وتصنيف الاراضي؟ يعني احدد خصوبه الاراضي، احدد درجه خصوبه الاراضي، احدد صلاحيه الاراضي اللي بتستخدمها في الزراعه، وبيقسمها الرتب مثلا عشان اديك مثال بسيط يبقى المشاهد فاهم، ان انا عشان احدد صلاحيه الارض للزراعه بيبقى عندي رتب مثلا من 1 لـ6 مثلا. الاراضي اللي تصل من 1 لـ4 دي تبقى اقول دي صالحه للزراعه، الاراضي اللي بتاخد الرتبه 5 و6 اقول دي غير صالحه للزراعه عشان ما اصرفش مصاريف عليها او استخدمها في مشاريع اخرى. يعني على سبيل المثال مثلا عشان تبقى واضحه قوي، في مناطق الفيوم تلاقي الاراضي بتاعتها خصومتها عاليه جدا، تبقى تبع الرتبه الاولى الرتبه الثانيه، عكس مناطق المنوفيه تصلح للزراعه لكن نسبه الملوحه فيها نظرا لبحيره قارون ومشاكلها وكده اقول دي رتبه رابعه، لكن لو وصلت رتبه 5 أو 6 لا ده مستخدمها. فعمليه حصر وتصنيف الاراضي دي مهمه جدا في طبعا عشان الدوله هتحط استثمارات، فبدل ما تحطها في اراضي لا تصلح
حضراتكم بتعملوا دراساتكم على هذه الأرض. بالظبط. نعم. وخاصة دلوقتي في حاجة مهمة جدا نتيجة بقى التعليمات يعني معالي الوزير كان طلب من معهد معهد بحوث الأراضي والمياه بيتم على التوجهات السيادية إن احنا نعمل خرائط لخصوبة الأراضي. خريطة للأراضي الخصبة في مصر. على مستوى الجمهورية يعني. كل الحاجات دي بتأدي إلى أنا أقدر أستخدم إمكانياتي وعمل وأحدد الأراضي اللي أنا ممكن أستخدمها أو ممكن أستفاد بيها في عمليات ذات الإنتاج والزراعة والأراضي اللي هي مصرفت عليها بقى. يعني مما لا شك فيه دكتور محمد أنه العلم ليه كلمته الأولى، زي ما يمكن تفضل ضيفي الكريم وتحدث عن أن المشروعات دايما بيسبقها مجموعة من الدراسات المهمة جدا في عملية البناء والتنمية، ودي النقلة النوعية والحضارية اللي اعتمدت عليها مصر في حجم البناء اللي بنشوفه وحجم التطوير اللي بتشوفه وبتشهده مصر. حقيقة كان كلامنا كتير جدا، بس في نقطة برضه معلش فندم الوقت نقطة خلص. نقطة معلش نعم. احب اضيفها سريعا يا فندم بالنسبة لدول المعهد كمان. ايوه فندم سريعا، انه بيكون بالرقابة على الأسمدة. نعم. وده حاجة مهمة جدا. صحيح. لمساعدة الفلاح. صحيح. يعني من ضمن أعمال معهد بحوث الأراضي والمياه. نعم. والبيئة. نعم. هو الرقابة على الأسمدة. صحيح. ودي نقطة مهمة جدا بتساعد الفلاح. شكرك يا فندم، نورتنا. نعم. دكتور. نعم. محمد. نعم. الله يخليك. شكرا جزيلا لحضرتك. بكرة إن شاء الله أسرة جديدة. إلى اللقاء.